نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مناظرة حول المقترح المقدم من حزب المحافظين في الحوار الوطني بشأن منع من يتنقل من السياسيين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات. يأتي ذلك في إطار سلسلة من الصالونات النقاشية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني. تفاصيل من هذا المقترح كانت في إطار التفكير والبحث عن زيادة الفعالية السياسية للأحزاب ومحاولة حماية الأحزاب من المخاطر والتحديات التي تؤثر على وحدتها الفكرية وتماسك بنيانها واختراقها بما يهدد استقرارها. فإحنا بننتهج في حزب المحافظين منهج علمي في التعامل مع الأحداث، وبالتالي بنحلل علشان نعرف الأسباب الجذرية، ثم نضع اقتراحات للتعامل مع هذه الأحزاب الجذرية، وبالتالي نتفادى التداعيات بتاعتها اللي تؤثر على فعالية الأحزاب السياسية. ده حق أصيل لأي إنسان، المشاركة السياسية والانضمام للتنظيمات السياسية، تمام؟ اللي هو حق الاختيار. حق الاختيار ده حق، ومحدش من حقه إنه يفرض عليه وصاية. إحنا ما بنتكلمش على أطفال، إحنا بنتكلم على حد مهتم بالعمل العام ويقرر ان هو يستقطع من وقته ومجهوده وكل حاجه اللي يستقطعه علشان يساهم في الحياه السياسيه المصريه.